يفتش في عن عنوان يسائل هل أنا إخوان صديقي لا تضيق ذرعا أنا لست من الإخوان يفتش في عن عنوان يسائل هل أنا إخوان صديقي لا تضيق ذرعا أنا لست من الإخوان لأني لم أزل للآن مشغول فلم أسعى لأجل الناس والأوطان أنا لست من الإخوان لأني لم أزل للآن طويلا بالغ التقصير في الخيرات والإحسان وفعلا لست من الإخوان لأني لم أضيع سجنا بترتيل يثبتني يهز القيد والسجان لهذا لست من هذا الكفاح المستضيء بهالة القرآن أنا لازلت محشوا بفتوى لا خروج وإن طغى السلطان أنا ما يحذرنا من الإخوان ويلعن دولة الإخوان ويفسد قطة الشيطان في التزوير والبهتان أنا إن فخرت بالبنا وفسر مصحفي قطب وأخجل همتي ياسي ولو فهذا لا يشيني من الإخوان صديقي لا تقارن بين نظم النور أفئدة ونظم حده الكلمات والأوزان ولا تلصق دعاة الله في حرفي حرفي يضعف الإيمان.